بدنا ناخذ اتصال هاتفي الاستاذ محمد دغمش وهو المستشار القانوني للاعب بهاء فيصل والذي تابع عن كثب تفاصيل المفاوضات ما بين بهاء فيصل والشمال القطري فيما يخص فسخ العقد المبرم ما بين الطرفين. مساء الخير استاذ محمد. مساء الخير استاذي، مساء الخير ضيوفك الكرام. انا بعذر اني مش موجود على الشاشه ومش عم بتابع التلفزيون، ومساء الخير للموجودين معك. بالعكس والحمد لله على السلامة بالبداية. الله يسلمك حبيبي أستاذ، كل الشكر. أستاذ محمد، يعني تابعنا الأخبار اليوم، يعني بعض الأخبار طاوعت بأن الشمال القطري ينهي تعاقده مع بهاء فيصل، لكن كما هناك أخبار تشير إلى أن هناك اتفاق كان ما بين الطرفين في ضوء الحالة الطبية للاعب. نتحدث أكثر عن تفاصيل إنهاء هذا التعاقد. لا، هي الحقيقة أنه نادي الشمال لم ينهي العقد من طرف واحد، هو تم إنهاء العقد بالتراضي، ولكن كانت الرغبة من قبل اللاعب بإنهاء العقد وليس من قبل النادي. النادي كان متمسك بالعقد حتى آخر مراحل. اللي حصل مع بهاء أنه تعرض لإصابة بإحدى مباريات المنتخب الوطني في كأس العرب زي ما بنعرف. صحيح. بهاء مرتبط بعقد مع نادي الشمال القطري من 1/7/21 وبنتهي في نهاية شهر 5/23. بهاء طبعا قيمة عقده من قيم اللاعبين مرتفعة، أعتقد أنه الأعلى بين اللاعبين الأردنيين المحترفين، ويعني لاعب معروف للجميع، هداف منتخب وطني وهداف نادي الشمال، وهو كان له يعني الفضل الأكبر بعد الله طبعا أنه صعد بناديه لدرجة لدوري المحترفين فقط، دوري نجوم قطر. اليوم اللي حصل مع بهاء نحكي بكل صراحة، يعني لاعب نتيجة إصابته كان ملزم بالعلاج بمركز الاسبيتار استنادا للعقد الموقع مع نادي. نعم. بنفس الوقت الاتحاد الاردني لكرة القدم ايضا يتم افاده كافه اللاعبين المصابين وخاصه عمليات الرباط الصليبي او الاصابات اللي خلينا نحكي البليغه في مركز السبيتار خاصه. نعم. اللي حصل انه اللاعب صراحه تعرض احكيها لاول مره لاخطاء طبيه في علاج اصابته. نعم. من قبل السبيتار. طبعا احنا بنشيد في نادي الشمال بتعاملهم الرائع وحرصهم الكبير على اللاعب، ولكن ايضا نادي الشمال تمسك بالعقد انه انت ملزم بالعلاج حصرا عن طريق الاستئصال، احنا ما لنا علاقه بموضوع العلاج. صراحه انا استغليت بعض بند العقد ورجعت لوائح الفيفا للقواعد العامه وتمسكت فيه بانه من حقنا نتعالج خارج الاستئصال بعد ما تعرض اللاعب لاكثر من عمليه. يعني اليوم احنا عمل اول عمليه وثاني عمليه، برامج التاهيل ما ضبطت، يعني انت بنعرف عمليات الرباط الصليبي واصابته حتى ما كان حدا متوقع انها قويه. نعم. مش معقول تقعد اكثر من سنه يعني. صحيح. وما في تحسن نهائيا، فاحنا اخذنا قرار بعد ما لجانا لاجراءات قضائيه مبدئيه، يعني ما وصلت لمرحله القضاء امام لجان الفيفا القضائيه، ما اتخذنا اجراء قضائي مبدئي بانه حقك الان قانونا تتعالج بالمركز. فطلع بها على اسبانيا عند حياه الدكتور كوجات العالم المعروف، والحمد لله عمل العمليه ونجحت من اول مره. يعني احنا هون ما لا سمح الله يعني يعني نعتبر الاستئصال مركز مش ناجح او خلاف، ولكن احنا هون بنتحدث قضيه بها تكررت مع اكثر من لاعب. اليوم انا بدي اسالك السؤال الحالي يا استاذ محمد، ونتحدث بان ما تعرض له بهاء فيصل في مراحل العلاج وخاصة مراحل التأهيل، نتحدث على أن هذه الحالة تكررت كثيرا على المستوى المحلي، يتحدث عن طارق خطاب براء مرعي. أنا كنت بدي أوقف عند هاي النقطة، وكان في حلقة خلافية في وقت سابق يعني قبل أشهر تم يعني توجيه أصابع الاتهام نحو طبيب أردني في إجراء عملية لأحد اللاعبين، وبأن هذا الطبيب لم يوفق، وكانت حجة الطبيب يعني أنا تكلمت شخصيا معه ورفض أن يخرج على الهواء بأن ما تم علاجه هنا كان صحيح 100%، لكن أحد اللاعبين ومن اللي ذكرتهم تعرض لخطأ اليوم يتكرر مع بهاء فيصل. وخلينا نركز على هاي النقطة، نحترم الجانب سبيتار القطري على ما قدمه في وما زال يقدمه من رعاية طبية للاعبين، لكن أحيانا الخطأ يحدث ولابد من الوقوف عند هذه النقطة تحديدا. صحيح. احنا الفكره استاذي يعني جميعنا بنسعى لمصلحه الرياضه الاردنيه ولاعبينا. احنا اليوم عندنا
أنا بعتبرهم أفضل عناصر يمكن ما تكررت بتاريخ المنتخب، العناصر الموجودة حاليا. عندنا عدد من المحترفين على قدر عالي، لعيبة أصبحوا بمرتبة العالمية، الأصل نحافظ عليهم. احنا بأصل نترك مجال للاعبين يتعالجوا في الأماكن اللي بيرغبوها. اليوم احنا عارفين ظروف الاتحاد الأردني، الاتحاد الأردني طبعا رغم من الإصابة مع المنتخب يعني ما تكفل بالعلاج في اي مكان اخر، وبحكي لك تعالج بسبيطار، وسبيطار اوريدي انت يعني راح تتعالج فري من خلال عقدك مع نادي الشمال القطري. نعم. اليوم انا بدي اروح على مركز ثاني، انا ما بسمح لك لانه انا متمسك بعقدك. انا زي ما حكيت لك يعني وجدت نقاط معينه في صالحي استندت لها، طلعنا احنا على اسبانيا عملنا فحوصات اوليه وجدنا بانه فعلا كان في اخطاء طبيه، على ضوء هاي الاخطاء احنا تمسكنا بفسخ العقد. للأمانة كانوا رائعين جدا نادي الشمال القطري، ما قبل الأمور توصل أكثر من هيك، وتم فسخ العقد والحصول على مستحقاته بالكامل. وإحنا العقد بالمناسبة تم فسخه من تاريخ 30/11، لكن إحنا احتراما لسرية العقد ما أعلننا كلاعب أو أنا كوكيله. نعم. إحنا تركنا نادي الشمال هو اللي يعلن من قبله، لما يجي اللحظة اللي أعلن فيها أعتقد اليوم أو مبارح ما بعرف حسب ما شفت بوسائل الإعلام. جميل، يعني نطمئن أكثر الآن على وضع اللاعب دكتور. نعم، وبقى الآن بإسبانيا بعد نجاح العملية مرحلة التأهيل، وإن شاء الله أنا بتوقع حسب ما تواصلت معه اليومين الماضيات إنه إن شاء الله من شهرين لثلاث شهور بكون جاهز، وإن شاء الله راح يرجع لمستواه. وطبعا إحنا يعني بهالمناسبة نتأمل أيضا حتى من كل اللاعبين، كثير بتصير عندي دراسة لبعض عقود اللاعبين مطارد علي. طبعا مناسبة أنا هون بشكر الأستاذ أسامة طلال مدير منتخب كابتن على متابعته الحثيثة لكل اللاعبين المحترفين بالخارج، ترى يعني هو تمام يعني بعاملهم بشكل شخصي، شو عندكم مشاكل، هاي شغلة ممتازة جدا ترى. يعني احنا يعني بتساعد على منظومة المنتخب الوطني واللاعبين الدوليين يكونوا دائما في علاقتهم، لكن احنا نتأمل انه ايضا يكون في من اللاعبين انفسهم يعني حتى لو بنود العقد تحاط بالسريه واغلبها بتصير عن طريق الكلاء، مش غلط لو يستشيروا محامين او حتى يستشيروا الاتحاد في بعض بنود عقودهم حتى انه يكونوا بالسيف سايت. وايضا نتمنى من الاتحاد الاردني لكره القدم انه كمان يكون في بلان اي وبلان بي، يعني في عندنا سبيطار في عندنا اماكن اخرى نترك المجال يعني. صحيح. وهذا مش اقلال زي ما بحكي لك بسبيطار، ولكن برضه من حق الشخص انه يتعالج في المكان اللي هو برغب يعني. طبعا. شكرا لك أستاذ محمد داقمش المستشار القانوني والمختص في الشؤون الرياضية، وكذلك المستشار القانوني للاعب بهاء فيصل.